الاسم جابر عبد الغفار علي، السن 30 سنة، الجنسية مصري، جاي هون مشان شو؟ عشان اشتغل. شو بتحب تشتغل؟ جاسوس. دقيقة واحدة من فضلك. تفضل يا فندم. خير يا فندم. مصر طالبة إنقاذ الولد ده قبل ما يقع في إيديهم. يعني إيه؟ إحنا مش مهمتنا الكشف عن الخونة والقبض عليهم. الأحسن لو حاولنا ننقذه قبل ما يقع في إيديهم. الولد ده لازم ناخده قبل ما ياخدوه، حتى لو اضطرينا لخطفه. مين؟ احنا المخابرات المصرية. عايزين مني ايه؟ اقعد يا جابر، اقعد. اخبارك ايه مع مخابرات اسرائيل؟ اسرائيل؟ رحت، كنت عايز اشتغل، ما كنتش اعرف ايه دي، لكن لما عرفت هربت. رحت تاني ليه؟ كانوا واخدين الباسبورت بتاعي وقالوا لي تعالى بكرة، رحت خدته وخلاص. ايه انت كذاب؟ يعني ايه؟ عملنا تحريات سريه في الفندق، اتضح انه خرج بدري. دورنا عليه في كل المنطقه مفيش فايده. بقترح تستمر المراقبه على لوكاندا، لانه ضروري هيرجع تاني. ولا عمره هيرجع لوكاندا دي تاني. يعني ايه يا فندم؟ دول سبقونا ليه خلاص. الولد دلوقتي زمانه في السيف هاوس بيتجهز للتجنيد والتدريب. اقول لك يا عمرو. ايوه يا فندم. احجز لي على طياره بكره. برافو يا جابر، انت ذكي. انا جابر. دمك خفيف كمان. الله يخليك. وانت مين بقى؟ انا ابو داود. في ضابط مخابرات مصري اسمه ابو داود. انا ضابط مخابرات اسرائيلي. انت مش عايز تبقى جاسوس؟ انا بقى الضابط اللي هشتغل معاك. انا كنت بختبر ذكائك وقوه تحملك في المواقف الصعبه. انتوا ناس ولا كلب، ما عندكوش لا دم ولا ضمير. انا كنت هموت فيها دلوقتي. عيب عيب يا جابر، خليك مؤدب. انتوا خليتوا فيها ادب. انتوا ناس عندكم لا دم ولا ادب. اخرس، انت طلبت تشتغل معانا جاسوس. لا معلش مش عايز. استنى، احنا بقى عايزينك. ودخول الحمام ازاي خروجه يا سي جابر؟ هتشتغل معانا. هتدفعوا كام؟ بالبحث في الجوازات اتضح انه لم يستخرج جواز سفر بالاسم ده. بحثت في السجل المدني، لقيت الاسم وله بطاقة وفيها عنوانه. عملت تحريات؟ حصل، واتضح انه ساكن في 9 حارة ابو شوشه، ومراته موجوده في البيت واسمها غزاله، وله ابن اسمه خميس، وانه فعلا مسافر ايطاليا. اتاكدت من الصوره؟ التحريات السريه اكدت. مش هو ده يا فندم؟ يبقى خرج بجواز سفر مزور. ده الاحتمال الوحيد. ده نموذج من سجلات تشغيل المكاتب البحريه. الخبير هيشرح لك كل حاجه، وانت هتفهم منه بالظبط ايه اللي هتعمله، لأنك هتنزل مصر وتشتغل الشغلانة دي هناك مع أخواننا بتوع البحرية. فاهم يا جابر؟ فاهم يا خواجة. ما بلاش خواجة دي. بلاش قلصت يا ريس. ما بلاش خالص، احنا ما صدقنا لسانك نضف شوية. قول لي، الراجل اللي راح لغزالة رجع؟
وحشتيني يا غزاله انت وخبيز. ازيك يابا؟ اسمعي كلام الخواجه اللي عندك ونفذيه. الدنيا دورت وشها لينا يا غزاله. يعني ايه دورت وشها؟ اسمعي كلام الخواجه وروحي معاه استلمي الشقه الجديده. دي شقته اللي هو كان عايش فيها. هو هيتنقل لمكتب روما وانا هحل محله. سيبي كل حاجه وامشي. الشقه الجديده بعفشها. غزاله انا مش عايز حد من الحته يعرف انت عزلتي فين. مش عايزين نقع علينا. ومن شر حاسد اذا حسد. خدي من الخواجه الفلوس واصرفي زي ما انت عايزه. انت جايب معاك فلوس؟ انا هوصل كمان شهرين على ما افهم الشغل كويس. وقولي الخميس هجيب له بسكليته وانا جاي. كويس هسافر يابا. مع السلامه بقى. هو بعت لك دول حاجي بكره اخدك. بس سيب كل ده، خلي بالك هو مش عايز حد يعرف. طب ممكن اجيب اختي معايا وجوزها؟ اختك وبس. للاسف يا فندم ست شهور لغايه دلوقتي الولد ده ما ظهرش ولا رجع مصر. الغريبه كمان ان مراته اختفت ومحدش عارف راحت فين لغايه دلوقتي. يعني العمليه قفلت كده؟ لا يا فندم مفيش مستحيل قدامي، لسه في محاوله. ايه هي؟ مضطر اسافر روما عشان اعملها. جراتسي سينيوري. فرنش؟ مرسي مسيو. انجلش؟ انجلش. ثانك يو سير. برافو هايل، برافو عليك. انت كده بقيت تمام. اليستا زي ما بتقولوا في اسكندريه. ايه اليستا دي؟ شايفه هيبوظ اخلاقي. معلش اصله مش من مستوانا. من باب الشقريه. جابر؟ ايه مش انت اللي قلت لي روق كده وخلي البساط احمدي؟ هتوحشيني يا جابر. انت كمان هتوحشني. بكره هتقابل مسؤول مهم قوي في الموساد. من الواضح ان العميل ده اخذ مجهود مركز ومكلف ومكثف عشان نوصل بيه لرجل اعمال فيه كل المواصفات دي. ممكن توضح للزملاء؟ انا فقدت عميل بحري انكشف وانقبض عليه في مصر قريب، واللي كشفه احمد عزت، وكان لازم في الفتره دي بالذات يكون لي عميل بحري تاني يتابع نشاط القوات البحريه والمينا في اسكندريه، وده اللي وصلت له. احمد عزت مش هيتصور ان قدرت استبدله بالسرعه دي، وبكده يبقى كسبت حاجه مهمه جدا، وهي عدم تركيز المخابرات المصرية على اكتشاف عميل بحري جديد. جابر حرامي في المينا، ازاي هيرجع صاحب توكيل بحري؟ انا عامل دراسة عن الوكلاء البحريين. هنعرف من الدراسة دي ان معظم اصحاب التوكيلات البحرية كانوا عمال زي جابر ده، بيبعدوا شوية عن المينا ويرجعوا هم اصحاب توكيلات. اي اسئلة؟ اتفضلوا. ده لنا جابر يا ابو داود. اوكي. تعال يا جابر اقعد. يا جابر انت اثبتت كفاءة كبيرة جدا في التدريبات، عشان كده عيناك برتبة رائد في الجيش الاسرائيلي. من النهاردة هيكون اسمك ديفيد شولا. عايزك تجيب لي معلومات
تثبت لي فيها كفاءتك اكتر واكتر. الاخلاص مهم لينا قوي. اي غدر هيكون تمنه ابنك. ابنك يا جابر، خميس.